يذكر مثل ما قال محمد فعلا تصرفات الشباب ما هي بتصرفات جنتل وبعض التصرفات مثل لبس النظارات في الصالة يعني هذه نظارات شو اسمها نظارات ايش شمسية في شمس تلبسها أيوة. في ظل ما لا تلبسها لا. أنت ليش تلبسها ناظر فيني بحزام كيف اقسم بالله العظيم هي تزين ترى خطيرة وبعد تتكلم لا وبعد تعطيك فرصة انك تدري وين البس فيه انك تلفت يمين يسار وتعرف وين الكاميرا ترى هذه فعلا هذه يعني ناظر الكاميرا ناظر الكاميرا شوف الكاميرا اذا هي عنده طالع سحب على ويتمالح ها يعني نواف المخلفي يقدر يستبدل حاله تطفيه المايك بالنظاره وخلص نواف الان جاتك فكره جديده جاتك فكره بس كلهم عميان وين الحين لا نشوف هم اذكياء النظاره ذي كان يستخدمها في واحد ودك تشوفه بس ما وده انه يشوفك يعني احيانا في واحد تناظر فيه ويناظر فيك بالغلط ويشوفك تناظر فيه هنا تقول يا ارض انشئي وبلعي ما عليك فهم يستخدم النظاره عشان ياخذ راحته في زوايا الرؤيه احنا من اول كان اللي يلبس نظاره نحسبها اعمى يعني ونتذكر الممثلين والفنانين احيانا ليت امبارح ما قنيش نوم واحنا لسه باول يوم الله قبل ما ترميني في بحورك ايوه مش كنت تعلمني العوم الله يا سلام يا سلام ترى اقدر اغنيها بس عندي محاور يا ليت وترى هي ممنوعه اتوقع انا اذكر في برامج سابقه ممنوع لبس النظاره في وقت نعم. ويا ليت يكون بعد عليها خصم نعم عشان طيب ننتقل لمحاورنا بسم الله وعلى بركه الله ونستدعي ضيف الله بن تركي تفضل يا ضيف الله فلتم